عزي 500 دينار كاش تبي؟ شنو؟ تبي ولا؟ ايه بس تربع حط ريل على ريل بس ريل على ريل؟ ايه لا 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 تربع تربع كامل كذي غزي؟ ايه كذي شوف جميل كذي يلا يلا ثانية 500 دينار تربع بس زين زين شوي يمكن يلا 1000 دينار والله 1000 دينار يلا يلا حاول حبتي قاعد ارضيه ما ينفع حاول بلوزي حاول انا قاعد بالارض ممكن حاول والله العظيم لك 1000 دينار انا قاعد بالارض لا 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 تقص علي تربع عدل اي قاعد تحاول قاعد تحاول راح تقدر واحد منهم بيش انا اسوي لك انا قاعد وصلت لي 1000 دينار ما تبي اجي على على ورنا عشان تربع وانا قاعد ايه كا شوف ها شوف على ورا بسرعه عشان يقدر يطبقها ورا بسرعه 1-2 شوف ها يلا 1-2 يلا جدد 1-2 حاول حاول 1-2 لا روح ما نبيك تربع لا لا تدفع فلوس ربك قاعد تسأل تقول فوزي ليش ما تسوي له تكميم كم مره قلت لك وانت ما تبي قبل 7 سنين قلت لي زين واذا قلت لك واذا قلت لك الحين انا اتكفل بعلاج تكميمك ليش؟ ما ابي تحب المتن؟ والله؟ هاي احلى